من أسئلة الكتاب شابتر 2 بروبلم 32 A driver is traveling 18 meter per second when she sees a red light ahead. Her car is capable of decelerating at a rate of 3.65 meter per second square. If it takes her 0.35 seconds to get the brakes on and she's 20 meter from the intersection when she sees the light, will she be able to stop in time؟ يعني قبل ما تعدي 20 meters. How far from the beginning of the intersection will she be and in what direction؟ هل قبل ولا بعد ال intersection؟ لو رسمنا كروكي ادي ال intersection والسيارة بتتحرك في اتجاه الانترسكشن بسرعة 18 متر بير سكند. بينها وبين الانترسكشن مسافة 20 متر. قبل ما تقدر تدوس البريك او قبل ما هتدوس البريك بتاخد رياكشن تايم قبل ما تاخد القرار 0.35 seconds، هكون قطعت فيهم مسافة. فالديستنس الأولى اللي هي الخاصة بالرياكشن تايم عبارة عن ال V نوت تايمز ال T، T الرياكشن، بتتحرك بسرعة 18، الرياكشن تايم 0.35، يبقى قبل ما تبدأ تدوس البريك أو قبل ما يحصل بريكنج للسيارة هتكون صاحبتنا قطعت 6.3 متر. دلوقتي المفروض نحسب المسافة اللي ممكن تتوقف فيها باعتبار ان عندنا acceleration 3.65. الفاينل velocity بيساوي الانيشيال velocity بلس 2 ADX. استخدمت القانون الثاني لان عندنا الفاينل velocity بزيرو والانيشيال ب 18 والA معروفة بنيجاتيف 0.365، نقدر نحسب الـ dx. يبقى الـ dx equals 18 سكوير تقسيم 2 تقسيم 3.65، ده يديني 44.4 متر. يبقى هي محتاجة مسافتين عشان تتوقف. المسافة الأولى اللي هي نتيجة الرياكشن تايم 6.3 قبل ما تدوس على البريك، و 44.4 متر بعد ما تدوس على البريك. الدي توتال الخاصة بالستوبنج هي 6.3 بلس 44.4، يبقى بلس 6.3 يديني توتال ستوبنج ديستانس 50.7 متر. هل هتتوقف اون تايم؟ طبعا لا. ليه؟ نو ات ويل، او نقول ات كان ستوب 50.7 ماينس 20 يعني ايكوالز 30.7 متر افتر دي انترسكشن. طبعا غلط تتوقف، المفروض تكمل لان يستحيل تقدر تقف بعد 20 متر. هتتوقف بعد ما تعدي الانترسكشن ب 30.7، خلاص مفيش داعي تتوقف، تمشي بنفس السرعة او تزود شوية السرعة بحيث تعدي الانترسكشن قبل ما الريد لايت ينور. هي طبعا بيقول ان هي شافت الريد تايم وان شي سيز اريد لايت، هي شافت الريد لايت اوريدي، فهي اوريدي مخالفة لكن مش هتقدر توقف، لذلك لازم تعدي. الله يستر بقى على اللي هيحصل لها، ان شاء الله نشوف في المسألة الجاية يكون حصلت الحادثة او انتهت او عدت على خير ونعرف ايه اللي تم.